السلام عليكم جميعا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ضلوني عنكم. اسمعوا لي هذا الخبر. اليوم في شركة مشهورة جدا بالسويد بتبيع دجاج وكمان لحوم اسمها كرونة وفوجل، تم طرد المدير العام تبعها بعد ما اجت شكاوي جدا كبيرة على هدول الشركات من ناحية الذبح، من ناحية النظافة، كيف النظافة جوا المصنع تبعهم وكيف يذبحوا الحيوانات، وكمان في مخالفات ضد القانون عاملينها بالمواصلات تبعيتهم لما ينقلوا الحيوانات، وكمان بانه عم ينقلوا الحيوانات عندها اصابات، يعني بكون في حيوان عنده اصابه ومع هيك بتلاقيهم بياخذوه وبيبيعوه للناس وبيذبحوه. سبحان الله، اذا بربط هذا الخبر بشغله سمعتها من صاحب محل عربي، مثل ما بتعرفوا هون بالسويد في محلات عربيه بتبيع بضاعه عربيه للناس اللي لنا، يعني للجاليه العربيه. صار لي فتره بفوت وما عم بلاقي عندهم دجاج حلال، بتفاجأ انه يا اخي ليه؟ طب انتم فاتحين لحتى تبيعوا للجاليه العربيه يلي اجمالا تستهلك هذا النوع من اللحومات. بتعرف شو بقول لي؟ والله العظيم بقول لي، وحرفيا بقول لي، انت مفكر انه بس العرب هن اللي بيجوا بيشتروا لحمه ودجاج عندنا حلال؟ فانا استغربت، طبعا هاي المعلومه انا ما بعرفها لانه انا شو بعرفني، يعني هو اللي بيعرف. فبقول لي السويديين بيطلبوا هاي اللحمه والدجاج اكثر من العرب، انا اتفاجأت. فقلت له طب بس انه انت هيك ما بيصير، انت لازم يعني تعطينا أولوية، لأنه هذا موضوع ديني عندنا، احنا موضوع الحلال هذا موضوع ديني، هن يمكن بالنسبة لهم لأسباب تانية، فما بصير. فهو بيقول لي انه لا احنا ما فينا، خلص طالما في زبون عم بيحجز فإله الأولوية. استغربت جدا، يعني لو جينا ربطنا هذا الخبر باللي شفناه اليوم بنلاحظ انه فعلا في يعني في منطق. هذول الناس يعني مسلم أو غير مسلم، سبحان الله بينجذب للقمة الطيبة، للحلال، للطيب، للنظيف. الدجاج الحلال فعلا نظيف يا اخي، بس تشوفه، بس تشم ريحه الاكل، بس تشوف اللون، اللحمه ما فيها دم، ما فيها، يعني احيانا بتشوف اللحمه اللي مش حلال مكسره، بتحس في كسر بالعظم، في دم مجمع، في شغلات، لون اللحمه زرقاء، يعني معطي عزراء، تحس في شيء مش نظيف. فسبحان الله، شوف حتى السويديين ما صاروا ياكلوا حلال اكثر مننا، يعني المحل عم بيقول لي انه بيطلبوا اكثر من العرب، اللي عم بيطلبوا اللحم الدجاج واللحمه والدجاج الحلال اكثر من العرب. سبحان الله. فشوف سبحان الله، اللقمه الطيبه الحلال النظيفه بتجذب لها كل الناس، يعني يمكن بعد فتره ما عادش نلاقي، عن جد ما عم نلاقي، يعني عم بيقول لي انه كثير، يعني في ازدياد مش طبيعي على طلب اللحمه والدجاج الحلال بالسويد من قبل السويديين.